بعد أن سبقتها دول خليجية التجنيد الإجباري في المملكة العربية السعودية، هل هو حاجة يعني ملحة أم لا؟ آراء كثيرة حول هذا الملف، وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة يلجؤون للقضاء والمحاكم بعد سنين من المطالبات لتحسين أوضاعهم، وإضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا. موضوعنا اليوم يعني أول مواضيع أن موضوع التجنيد العسكري للخدمة الإجبارية العسكرية لكل مواطن سعودي. يأتي ذلك بعد أن قررت قطر والإمارات الخدمة العسكرية الإجبارية. بعض الكتاب والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بذلك، ورد بعض الكتاب بأنها لا ضرورة، وهناك كتاب أيدوا، ولكن الحقيقة الفكرة نبعت أيضا سبق لها ذلك الوقت العضو مجلس الشورى سابقا أستاذ سالم المري، اللي المهندس طبعا قال انه طرح الموضوع هذا للنقاش بغية تحويله الى توصيه وبالتالي قراره كنظام من قبل مجلس الوزراء، ولكن هذه المبادره قوبلت بنوع من المقاومه وعدم الاهتمام في اروقه المجلس مجلس الشورى. عموما نشاهد هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفي الاعزاء بعد قليل. في خضم الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة من صراع النفوذ الدائر في الشرق الأوسط وما سمي بالربيع العربي ونتائجه التي عقبته والتي لم تتضح معالمها حتى الآن، سارعت بعض الدول لتعزيز قوتها العسكرية، لكن المحور الأبرز والذي ظهر على السطح الخليجي هو نظام الخدمة العسكرية الإجبارية. الدولة الأولى كانت قطر، ففي 14 من نوفمبر لعام 2013 وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية، وتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 من يناير لعام 2014، فأقر مجلس الوزراء الإماراتي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث. ويعد التجنيد الإجباري أو ما يسمى بخدمة العلم إحدى النظم المتبعة حول العالم لتعزيز القوة العسكرية ودعمها بقوة احتياطية لمواجهة الأزمات، والمشهد السعودي ليس بمعزل عن تلك الدول، فتعالت الأصوات المطالبة بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية مؤخراً لتدعيم القوة الدفاعية للمملكة، والبعض ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وذلك لزيادة الولاء لدى المواطنين. ارتفاع درجة الحديث عنها الآن هو لأنه يعني فيه مخاطر إقليمية، مخاطر حروب، مخاطر يعني سياسية، فيه نزاعات سياسية حادة، فيه اصطفاف إقليمي حاد، وبالتالي طبعا دائما الجيوش والعسكرة تحدث لما تواجه البلدان مخاطر سياسية، مخاطر عسكرية. في دول الخليج تحديدا سينفهم بأنه طريق إلى التوظيف، وربما أيضا يعني بعض صناع القرار يعتقدون بأنه تنفيس عن البطالة ويعني والتوطين المواطنين في وظائف عسكرية يكون الهدف منه أو جزء من تعزيز الولاء للدولة. أنا أعتقد أنه هذا أصلا فهم خطأ. الإنسان مواطن ما يحتاج، يعني كل من يكون على هذا يأخذ من خيراتها، يتعلم، يعيش مع أهله وأسرته حياة كريمة، هذا مواطن صالح. إلا أن أصوات أخرى لم ترى حاجة للزيادة العددية للقوات المسلحة بقدر الحاجة إلى رفع قدراتها الراهنة، فالحرب الحديثة أصبحت معتمدة على التقنية الإلكترونية والقوة الرقمية. لو فتح الآن باب التجنيد لأي سبب من الأسباب لوجدت
الكل يهب، وشفناه في حرب الخليج وفي هذا الشيء. حتى الدول المتقدمة التي كان لديها تجنيد إجباري أصبحت الآن تخلت عنه. طبعاً العنصر البشري لابد موجوده، لكن لم يكن بتلك يعني الأعداد، ولكنه بأهمية، مهم جداً. مشروع خدمة العلم، والذي طرح كمقترح في مجلس الشورى في 28 من شهر مارس لعام 2012، يكون فيه التجنيد إجبارياً بشكل معاصر للمتطلبات الحالية، لكن المقترح لم يقر ولم يطرح بعدها. ببرنامج يا هلا، مصعب المرضي، الرياض. شكرا لزميلي مصعب المرضي على هذا التقرير. حقيقة موضوع يعني مهم جدا ولازم تتناقش فيه. يسرني أرحب بالمهندس محمد المري، وهو مهندس سالم المري عفوا، وهو عضو مجلس الشورى سابقا، وطرحت هذه الفكرة في فترة من الفترات. أيضا يسر أرحب بالكاتب الأستاذ صالح الطريق، الكاتب في صحيفة عكاظ، كما أرحب بالأستاذ لاحم الناصر الكاتب والمحلل أيضا. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. سيكون معنا أيضا اتصالات هاتفية. الأستاذ لاحم الناصر معنا من جدة. أبدأ معك مهندس سالم، كيف جت الفكرة؟ ما الذي دفعك ذاك الوقت لي يعني طرقها، خصوصا وأنه نشطت هي في الفترة الأخيرة بعد ما صار موضوع قطر والإمارات؟ نعم، أولا شكرا على الاهتمام بمثل هذه المواضيع، وشكرا على الاستضافة. وبودي أوضح بس موضوع جاء في المقدمة المشروع المقترح. أولا أنا لا أستطيع أن أخوض في تفاصيل المقترح لأنه ما زال في المجلس ولم يناقش في الجلسة العامة حتى الآن، ولكن سنتكلم على الفكرة لأني من مؤيدي الفكرة. والمقترح هو عرض على اللجنة الأمنية ووافقت على رأة أنه صالح للدراسة، ملائمة دراسته، وأوصت بعرضه على الجلسة العامة، وهو في المجلس إلى الآن لم يناقش في الجلسة العامة، لذلك لا أستطيع أن أدخل في التفاصيل. ولكن الفكرة كفكرة طبعا أنا مؤيدين الفكرة، ويجب أن لا يساء الفهم للدعوة لخدمة العلم. فليس المقصود طبعا إشعال الحروب أو اغتصاب حقوق الأمم الأخرى أو ما إلى ذلك، أو التدخل في الشؤون الداخلية أبدا، ولكن من موقعنا في المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وكوننا مقر للحرمين الشريفين، ومن الله علينا بثروة كبيرة، وبلادنا متنائية الأطراف، كل هذه الأمور تحتم على مثلنا أن ينظر في مثل هذه الخدمة ليكون لدينا القوة والمنعة الكافية لجعل الآخر يحترم حقوقنا المشروعة على الأقل. فبغيت أوضح هذا الموضوع. وهذا يعني طبعا خدمة العلم مثل ما جاء في المقدمة هي تركز في، يعني معظم الناس يفهمها على أنها خدمة عسكرية، وفي الواقع أنها خدمة مختلطة، ما هي دائما لازم تكون عسكرية. هناك كثير من الدول يكون خدمة عسكرية وأيضا جزء منها مدني، يعني ما هو بالضرورة، وفي بعض الدول خدمة مدنية، يعني إنما هي خدمة عامة على فئة معينة في عمر معين مثلا وبشروط معينة، حيث أنها تستطيع الدولة أن تضمن وجود يعني نسبة معينة من عمر معين قادر على أنه يقوم بالأعمال المطلوبة منه في الحروب مثلا، لا سمح الله، في الكوارث يعني. وهناك طبعا دول كثيرة يعني معتمدة هذا في العالم، 117 دولة تقريبا من دول العالم في دساتيرها نص واضح على الخدمة الإلزامية بوضوح، ولكن بالطبع مش كل هذه الدول، ليس كل هذه الدول طبقت الخدمة الإلزامية حسب ظروف الدول. فمنها حوالي يمكن 89 أو 88 لديها خدمة علم مختلفة من دولة لدولة، وبعضها مثل ما قلت مختلط، بعضها مدني بعضها عسكري. طيب. فهي ليست بجديدة. نعم، سأعود لك لأنه تحتاج أنك تدافع عن هذه الفكرة، ربما تشوف معارضين لرأيك اليوم. أستاذ صالح، أهلا وسهلا بك. أهلا حياك. يعني خلنا بس نرجع شوي نشرح ذا الفكرة، أسبابها، كيف نشأت، وفي نفس الوقت يعني هل أنت معها أم ضدها ولماذا؟
طبعا بالنسبة لخدمة العلم الآن يسموها أو الخدمة الوطنية، هي في النهاية إذا تبغى المصطلح حقها اللي صادم، تجنيد الإجباري، وهذا هذا المسمى. طبعا كان من قبل الميلاد، كان عند اليونانيين وعند روما، ملك روما كانت موجودة، التجنيد الإجباري موجود واستمر وتدرج ومع الدول إلى تقريبا خليني أقول إلى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. طبعا في الحرب العالمية الأولى والثانية وصلت إلى أبشع أنواع التجنيد الإجباري في دول في الدول اللي دخلت في صراع مع بعضها. كان في مثلا زي اللي يسمون شباب هتلر اللي هو التجنيد، هذول الطلاب كانوا في المتوسط أولى وثاني متوسط، كان عمرهم 11 و13. أيضا كان في الطرف الآخر بريطانيا نفس الشيء، كانت أقل من 17 الثانوي، مو المتوسط، الثانوي. كان حقيقة هي من أبشع الأمور. ثم فيما بعد بدأوا الناس يبتعدوا عنها. تقريبا خليني أقول لك بالأرقام، هنا تقريبا في حدود 100 دولة تخلت عن الأمر هذا، عن الفكرة هذه بما فيها يعني حتى أمريكا. آخر شيء أمريكا كانت 1973 تخلت عنها، تخلت عن فكرة ألغت التجنيد الإجباري. أيضا تجد الهند وباكستان رغم أنهم مشتبكين في كشمير مع أنهم مع هذا ألغوها. يعني بقت دول، بعض الدول اللي لديها خليني أقول لك نزعت ديكتاتورية، تماما نزعت ديكتاتورية ما زالت تحافظ. الدول الإسكندنافية غيرتها من الخدمة، خدمة العلم أو التجنيد، إلى الخدمة المدنية، نقلتها إلى خدمة مدنية بعيدا عن الجانب هذه. بعض خلاها خياري. طبعا عندك دولة مثل إسرائيل بسبب اغتصابها للأراضي هي دائما محاطة بأعداء، وبالتالي عندها تجنيد، ومع هذا قاعدة تواجه مشاكل من آخر يعني مثلا عرب فلسطين لا ما يدخلوا، الدروز والشركس الفلسطينيين رفضوا يدخلوا الآن وأصبحوا يسجنوا، المسيحيين أيضا آخر من رفض في التجنيد الإجباري المتدينين في الحاخامات، ويوم الخميس الماضي أقاموا صلاة يدعوا على نتنياهو بس ما حددوا هل بالسرطان ولا شيء، ما أدري إيش نوع الدعوة اللي حيوجهها له. فالفكرة هي حقيقة، يعني أنا أعتقد أنه ربما رجعت برزت لما طلعت في الإمارات فكرة خدمة العلم، طلعت برزت عندنا. القضية ما هي سهلة حقيقة، ولا هو قرار ولا هو موضع عشان تجي تأخذه تقول يلا نسوي. ليه؟ لأنه إذا أقريت هذا أنت عليك أن تعرف أنه ميزانيتك حتتضرر دائما كل عام، لازم حتقتطع مبلغ هائل من الميزانية لهذا المشروع، لأنه هذا مشروع ما هو بسيط، مشروع هائل سنوي، وسنوي حيجوك أشخاص يدخلوا في هذا المشروع. يعني على سبيل المثال إيران الآن تعاني من مسألة العسكرة هذه اللي موجودة عنها عندها، المجتمع يعاني الآن من الفقر، يعاني. بالتالي هنا الخطورة. أيضا الخطورة هو يعاني، بس أنها يعني خارجية لو تراقب المشهد الإقليمي يعني لها وضع في سوريا واضح، لها وضع من جنود بسيج اللي هو الحرس الثوري اللي هو تبع الخمائني، واللي موله هو لأنه من الخمسي موله غير الجيش النظامي موجود. نعم كأفراد موجود، لكن في النهاية وين الخطورة؟ الخطورة في المجال هذا. إذا تبي تتجه، أنا ماني ضده ولا معه، بس إذا تبي تتجه هي تصير ضده يصير معه. لا لا يعني كراي، لا وين التوجه؟ أنت وين متوجه فيه؟ لأنه مثلا خليني أقول لك مثلا اليمن 2001 ألغته. ليه؟ لأنها تضررت. لأنه في النهاية عليك أن تحسب أمور كثيرة. يعني في اليمن وجدوا أنه قاعدين يجندوا لكن ما في ولاء للدولة ولاء للقبائل، بالتالي شفنا احنا الآن الأقاليم تقسمت إلى ستة. لكنه تجد نعم. سوريا عندها الآن سوريا بعد ما أنت عسكرت المجتمع بأكمله، الآن كم جيش في سوريا؟ يعني لما تعد اترك اللي جايين من الخارج مثلا حزب الله وداعش وضع سوريا شوي لا لا الفكرة يعني ما فينا لا لا أنا قصدي الفكرة لا لازم تحسب كل الحسابات. لا نحسب كل الحسابات كل الحسابات انه في النهايه انت حتعسكر المجتمع.
طيب من جانبها الاقتصادي لازم تنتبه لها، ومن جانبها المجتمعي. لكن واسمع رأي الأستاذ أحمد ناصر، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نناقش التجنيد الاجباري او خدمه العلم اللي طالب بها بعض الكتاب بعض المغردين، وكان في مطالبه مجلس الشورى قبل سنتين تقريبا. نشط هذا الموضوع بعد ان قررت قطر والامارات العربيه المتحده هذا الموضوع. لمناقشه هذا الملف سنرحب بضيوف الاعزاء المهندس سالم المري وهو عضو مجلس الشورى سابقا، والاستاذ صالح الطريقي الكاتب في صحيفه عكاظ، وايضا الاستاذ لاحمد ناصر الكاتب والمحلل. قبل لا أروح لك أستاذ لاحم، كنت عندك تبغى توضح نقطة بس باختصار. بإضافة أخيرة أنه التجنيد الإجباري في مصر موجود أيضا في مصر موجود، لكنه الولاء للدولة، لهذا حتى وهي تتخلخل المؤسسات ظلت المؤسسة القوية الثابتة بسبب الولاء، بينما في سوريا في اليمن كانت الأمر مختلف. عشان أقول أنه ما هو سلبي ولا هو إيجابي، كيف التوجه اللي حتأخذه، بس هذا اللي كتب. طيب. أستاذ لاحم أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أنت ضد المبادرة والفكرة، لماذا يعني؟ هل تغير رأيك بعد هذا النقاش مثلا؟ لا، في الحقيقة أول شيء يجب أن نبحث عن الدافع الذي يدفع الدول لسن التجنيد الإجباري، والدافع في الحقيقة دائما للتجنيد الإجباري هو عزوف المواطنين عن الالتحاق بالقطاعات العسكرية كوظائف، وبالتالي يكون هناك نقص كبير جدا. ولذلك نجد دائما التجنيد الإجباري يكون في حالات الحروب كثيرا يتم يعني اللجوء له لتغطية العجز والتعبئة العامة. فبالتالي احنا في المملكة العربية السعودية ليس لدينا عزوف عن القطاعات العسكرية، فلو ان المملكة العربية السعودية مثلا فتحت ابواب الوظائف للجندية في الجيش والحرس الوطني والقطاعات العسكرية لوجدنا كثير من الشباب يلتحق بذلك، وهذا أجدى وأنفع. والحقيقة أنا ضد التجنيد الإجباري لأنه يتعارض مع حرية الفرد في الاختيار، وهو نوع من العبودية الحقيقة، العبودية المعاصرة، وأنا أرفض أي تقييد لحرية الفرد في الاختيار. وبالتالي إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى، مثلا لو أننا في حالة حرب لا قدر الله وفيه يعني عجز في القطاعات العسكرية ونحتاج للتعبئة العامة، هنا يصبح الأمر يعني ضروري وحاجة ملحة فلا بأس بها. ولكن في الحالات الاعتيادية المفروض أن الدولة يكون هناك رؤية لديها في مسألة فتح باب الجندية للمواطنين وإيجاد وظائف تتناسب مع المخاطر المحيطة بالبلد وحجم البلد نفسها، بحيث تستطيع هذه القوات المعبأة نظاميا المحترفة حماية الحدود لا قدر الله في من أي اعتداء في أي وقت. ولذلك نجد مثلا أمريكا كما ذكر الإخوان وكثير من الدول تخلت عن مسألة التجنيد الإجباري، وذلك بعد نشوء يعني الحركات المدنية وحقوق المدنية ووجود يعني وعي كامل بحق الفرد في الاختيار، ووجدوا كذلك أنه من الأجدى إيجاد جيوش نظامية محترفة منتظمة، أجدى اقتصاديا وأجدى حتى في مسألة الحماية من القوات الاحتياطية التي قد تكون تكلف الدولة كما ذكر أستاذ صالح، تكلف الدولة كثيرا، وفي النهاية يعني في حال لا قدر الله حدوث استدعاء لهم قد لا يكون مؤهلين لا صحيا ولا ونسوا كل التدريب. فبالتالي الأولى أننا نصرف على الجيوش النظامية، وكما ذكر كثير من الأخوان يعني نحن في البلد نعاني من بطالة وقلة في الجيش. نعم نحن نعتبر كتسليح من أقوى الجيوش العربية، ثاني أقوى جيش عربي، ويمكن في المرتبة 24-25 عالميا، لكن كقوات على الأرض حقيقة كقوات بشرية لا، نحن ضعفاء كثيرا. فنحن لو قارنا بإيران دول الخليج كلها يمكن ما تجي 350 ألف تعدادها، فيما إيران حوالي 500 وشوي ألف كقوات نظامية وليست احتياطية. وبالتالي نحن يعني بحاجة لإيجاد هذه الوظائف، وليست هي من باب يعني البطالة المقنعة، كلا، نحن في حاجة ماسة لإيجاد جيش نظامي محترف
قوي يستطيع الاستجابة لأي يعني مخاطر تحدق بالبلد في أي وقت. نعم. طيب مهندس سالم، أمريكا طبعا هناك من يقول أنها تخلت عن التجنيد الإجباري عندما أصبح لديها جيش يعني قوي وعندها قدرات هائلة، زي ما ذكر الأستاذ لاحم أننا نأتي في المركز الثاني عربيا والخامس والعشرين عالميا، هذا إحصائية 2014 على ذمة موقع Global Firepower. طيب. يقول هذا الشيء يعني احنا متجاوزين، لكن حدد طب ما دام الجيش يعني قوي والمشكله كما ذكر الاستاذ لحم في العدد او يعني القوه الفرديه، اليس هذا ادعى للتجنيد العادي بدون ما يكون طيب اجباري؟ وايضا ابغاك تفرقنا ما بين الجيش النظامي والجيش الاحتياطي. لا، في شيء مهم يعني تفضل. مثل قال الاخ لحم صحيح كلامه انه ما في عزوف عن يعني الانضمام للعسكريه لو دعت الدوله في المملكه، ولكن القضيه ما هي كذا. القضيه انه احيانا لما تدعو الدوله للتجنيد يكون الوقت متاخر، المطلوب انه يكون فيه باستمرار شريحه معينه من المجتمع في عمر معين قادرين على استجابه النداء وعندهم الامكانيات والتدريب والقدره البدنيه والقدره الفنيه وما الى ذلك، وهذا ما يجي بسرعه كذا. لذلك الدول تسن مثل هذه الانظمه علشان يكون فيه باستمرار مجموعه جاهزه سواء في الجيش او في الاحتياط للدعاء لمناداتهم اذا كان في حاجة. بعدين حنا غير الدول اللي تخلت، في دول كثيرة صح تخلت عن خدمة العلم بعد ما صار عندهم إمكانيات كبيرة في جيوشهم، وبعدين أصبح أيضا هناك ردع آخر يعني ما هم في خطر. لكن حنا إذا نظرت إلى الأخطار الإقليمية اللي حولنا فيه أخطار الحين يعني المشرق العربي بصفة عامة وتحديدا الجزيرة العربية بين كماشتين يعني ما تخفى على المراقب، إيران وإسرائيل، مع فارق المقارنة طبعا إيران دولة إسلامية وجارة وبالتأكيد يعني تربطنا بشعبها روابط دينية واجتماعية وعلاقات جيرة، وإذا تخلت عن أطماعها في المنطقة ومضايقتها ويعني واستغلالها لبعض الخلافات العربية. ولكن هذه القوتين الآن تسعى وبكل وضوح إلى التسلح حتى بأسلحة الدمار الشامل، وإذا يعني غير هذه القوى الموجودة في الإقليم والتي يعني بحاجة إلى موازنة، لابد أن تكون هناك موازنة. حتى السياسة الخارجية تتضرر إذا كان ما فيه اتزان في القوى العسكرية، وجيوش الخليج كلها ما تجي نص جيش إيران، وطبعا نهيك عن الاحتياط مثلا والتنظيم، وخلك عن إسرائيل. إسرائيل أيضا يعني إسرائيل الآن في أي وقت ممكن تكون بينها وبين المملكة مشكلة لأي سبب من الأسباب، أحيانا بدون حتى ما يكون لنا أي دور فيها لسبب مثلا عمل إرهابي أو كذا، أو يعني يقومون بعمل معين. فلذلك هذا خدمة العلم ما هو يعني الدول تستخدمه في ظروف معينة ممكن تتخلي عنه فيما بعد يعني. وبعدين ما هو صحيح أنه مثلا أنه مكلف، بالعكس خدمة العلم أحيانا تكون الكلفة رمزية لأنه هذه خدمة علم واجبة على كل واحد. وبعدين ما هو صحيح أنها أيضا يعني صخرة؟ هذا أبدا، هذا تخلوا عنها الأمم، تخلت عن الصخرة. خدمة العلم تجي أيضا تدريب وتثقيف وتعزيز للوحدة الوطنية، لأن الناس من مختلف المشارب يجون كلهم تحت علم واحد ومع بعض ويأكلون ويشربون ويتدربون من مشرق البلد ومغربها ومن شمالها جنوبها، هذا أيضا يعني طريقة لصهر الناس هذول مع بعض. إضافة إلى أنه أيضا ممكن يشارك في الكوارث، يعني الدولة ممكن تستخدمه في التنمية، يعني ممكن أنه الناس هذول يستدعون في حالات الكوارث، في حالات مشاريع كبرى لو رأت الدولة قيام بمشروع كبير جدا يعني ممكن استخدام الناس هذولي. طيب كان عندك رد على اللي قال الأستاذ صالح قبل أن ننتقل له؟ كان بخصوص الوحدة الوطنية، أنا أقول بالعكس هو تعزيز للوحدة الوطنية، الخدمة العلم ستعزز الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، وأيضا يعني ممكن أن يكون فيه تصحيح لبعض السلوكيات السيئة
سلبية في المجتمع عن طريق في هذه الخدمة، عن طريق تربية، عن طريق برامج معينة، ممكن الإقناع بالوسطية في الرأي وقبول الآخرين، أشياء كثيرة ممكن تدخل في البرنامج. يعني أولي يعني واليمن وليبيا اللي ما هو مهم مثال أمثلة جيدة الحقيقة. أولا اليمن دولة ما في دولة يعني الاتحاد السوفيتي أحد أسباب تدميره التسلح والتجنيد الإجباري، دمر ميزانيته. التكلفة هي عالية جدا يا أخي. مسألة بس التسلح موجود في الخليج. الاتحاد السوفيتي ما كان هذا السبب الرئيسي، يعني هذا أحد أسبابه. ايه؟ أدخلوهم في سبب فرعي بسيط. لا لا لا, 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 لا بس التسلح عندما تأخذ الأموال كلها في اتجاه العسكرة، ما الآن حاصل؟ الآن حاصل يعني اللي تصرفه دول الخليج على التسلح أكثر بكثير مما تصرفه مثلا إيران أو إسرائيل، ولكن القوة الحقيقية هذه معلومة ولا تحليل؟ لأنه لا لا لأنه يعني إيران تصرف لا على لا هذه معلومة تصرف إيران، لكن صرف احنا نشتري أسلحة متقدمة جدا، ويعني والجيوش يعني في الخليج عندها قوة أكيد بلا شك يعني، ولكن يعني ما تتناسب مع ما يصرف ومع القوة الحقيقية الفعلية بسبب عدم وجود الكادر البشري المستعد المدرب المنظم المنضبط في الوقت المطلوب، وهذا شيء مهم جدا سواء يكون احتياط أو يكون موجود في الجيش. وإضافة إلى مثل ما قلت أنه ممكن هذه يعني ممكن تدخل أمور كثيرة في البرنامج هذا، بما يعزز الوحدة الوطنية، بما يصحح بعض السلوكيات للشباب، ما يعني تربية بدنية، ثقافة، إعداد ثقافي، كل هذه الأمور تدخل في برنامج خدمة العلم. طبعا هذه دائما أحد إشكالاتنا أننا نهرب للأمام، يعني التثقيف، بناء توجه أو سلوك، انصهار المجتمع، هذا من المفترض المؤسسات التعليم هي اللي تقوم فيه. يعني بعد ما يدخل الطالب إلى مؤسسات التعليم 12 سنة في وزارة التربية والتعليم، 4 سنوات في التعليم العالي، وبعدين يتخرج عشان تعلمه الوطنية، طيب هذول ايش قاعدين يسوي؟ عشان تغير أفكاره، طيب هذا ايش قاعد يسوي؟ عشان تعلمه الالتزام، طيب هذول ايش قاعد يسوي؟ احنا احدى اشكالاتنا انه نهرب من امر مهم جدا وهو مؤسسة التعليم. مؤسسة التعليم عندما بدأت كانت استراتيجيتها واحدة الى الان ما تغيرت، وهي محو الأمية، تعليم القراءة والكتابة، ولكن السلوك هذا كله ما لها شغل فيه. والدليل على سبيل المثال أعطيك أمثلة، الانضباطية، إذا ما علمت الطفل الانضباطية تعلمه هو كبير، يعني وهو صغير تستطيع أنك تعلمه الانضباطية تستطيع، بس أنت قاعد تبني له سلوك مختلف. يعني على سبيل المثال أجيب مثال بسيط، الطلاب والطالبات في الفسحة تلاقيهم يخلصوا الأكل يرموا كل شيء في الأرض، يجي أحد يشيل عنهم، أنت علي؟ تلاقيهم لما يطلعوا بعدين ويتخرجوا ويطلعوا ويرموا في الشارع، يجي المجتمع يقول لك ليه ترمي؟ طيب ما أنت علمته يرمي. في البيت نفس الشيء، نرمي ولا أحد يرتب وفي شغالة ترتب كل شيء، شفت؟ بعدين يجي يقول لك والله، طيب ما تصلحوا هذا، تثقف الأسرة، تعيد ترتيب استراتيجية التعليم في مراحله الأولى، التعليم العالي، بدل ما تقعد تحاول أن يعني أنت تؤسس اتجاه بعدين تنشئ مؤسسة عسكرية جديدة إذا قلنا ما حينعسكرها لتعديل السلوك الثاني اللي أنت أسسته. هذا جزء، ما هذا أنا أعتقد أنه هروب المجتمع، دائما يهرب من أكبر مشكلة. كلها ممكن تعمل كلها مع بعض، يعني التعليم نعم مهندس سالم، راح أرجع لك بس بروح للأستاذ لاحم. أستاذ لاحم، أنت فكرة التعزيز الوطنية رافضها، أنه هذا التجنيد أو الخدمة ما لها علاقة في تعزيز الوطنية، لماذا يعني ذهبت إلى هذا الرأي؟ لما تكون فعلا تعزز الوطنية؟ والحقيقة أنا أعتقد أن الوطنية لا تبنيها عسكرة المجتمع، أنا أعتقد أن الوطنية يعني هي هوية مجتمع كامل. يعني هل سنعسكر المجتمع كله لنصهره ونخلق له هوية وطنية ونخلق المجتمع؟ المجتمع حقيقة لا يمكن أن ينصهر إلا بوجود مؤسسات مجتمع مدني تربط شظايا هذا المجتمع ببعضها البعض، بوجود قانون مواطنة موحد
يعني يخضع له كل المواطنين بشتى أصنافهم الاجتماعية والمناطقية والطائفية والعقائدية وغيرها، بتحقق العدالة، بتحقق الحرية، بتحقق الكرامة، بوجود قوانين واضحة جدا وقضاء عادل، بوجود يعني عدم تمييز أي مناطقي أو عرقي أو طائفي. وهذا كله لا يحققه إلا في النهاية وجود مؤسسات مجتمع مدني واستبدال المجتمع القبلي الموجود في المملكة السعودية والمناطقي بمؤسسات المجتمع المدني. وما لم نحول المجتمع من مجتمع قبلي إلى مجتمع مدني فلن نخلق أي هوية وطنية، وسنبقى متشظين هكذا مهما تكلمنا. هل نحن متشظين الآن؟ يعني أستاذ لاحم، هل نحن متشظين؟ أنا أعتقد نعم. والسبب فقط القبلية؟ نعم. أنا أعتقد نعم. عندنا مناطقية، عندنا قبلية، عندنا كل شيء، وكلها يعني كل هذه الأمور تظهر. يعني لعل مرقيبة أظهرت يعني كثير من هذه الأمور، كثير من الأحداث التي وردت أظهرت أنه المجتمع لا زال مجتمع قبلي، لا زال مجتمع مناطقي. وأنا أعتقد أنه يعني وجود مؤسسات مجتمع مدني، انتقال الدولة من القبلية إلى المؤسسات المجتمع المدني واستبدال القبيلة بمؤسسة المجتمع المدني هي الكفيلة بصهر هذا المجتمع في بوتقة واحدة وخلق هوية وطنية لهذا المجتمع حقيقة. وإلا سنبقى كذلك ننتمي لقبائلنا، وكل إنسان في حالة يعني في أي حالة يعني من التنازع ستجده يتجه إلى قبيلته. ولعلنا يعني وشاهدنا كثير من المشاهد، يجب أن يعني لا يعني كما ذكر الأخ صالح، لا يجب أن لا نهرب إلى الأمام، يجب أن نواجه مشاكلنا بشجاعة وأن نجد الحلول لها. يعني التي يعني وصلت جذور المشاكل وليس أطرافها. مهندس سالم، يبدو أنك لا يروق لك. لا أنا الحقيقة ما أعتقد أن فيه أي رابط بين مرقيبة وبين خدمة العلم وبين وزارة التربية. لا أقول لك يعني القبلية وما القبلية، يعني خلقناكم شعوبا وقبائل، هذا شيء أنا ما أعتقد أنه مشكلة. الآن تطورت صارت دول، يعني إذا تبي تفسر النص أصبح دول وليست يعني وطن واحد. بالعكس، كون هناك خدمة للجميع تصهر الجميع كله، هذه مفروض أن ما نقف، يعني نتطور في كل المجالات. يعني التعليم يقوم دوره، خدمة العلم لحماية وحدة البلاد وردع الأعداء وتكوين قوة يعني تعادل القوة الأجنبية الطامعة في المنطقة. احنا عندنا ثروة كبيرة، عندنا بلد مترامي الأطراف. يعني هل تعتقد أنه يأتي غزو مثلا؟ أولا اللي حاصل الآن، احنا لحظة، أول الاعتماد، طيب لو حصل غزو ما الاعتماد على الاعتماد على الحليف الأجنبي؟ العالم لا يتقبل الاعتماد على الحليف الأجنبي بطريقة غير مضمونة أبدا، لأن هؤلاء لهم مصالح، تتغير مصالحهم مع تغير السياسات. ولو نظرنا يعني على ما يحصل الآن، كل ما يتحدثون عنه في الغرب هو تقسيم الجزيرة العربية وبالذات السعودية. كل مشروع يجي سواء الشرق الأوسط يعني الجديد أو لا مش مؤامرة، يعني هناك ما يدعو للقلق في لدى سكان هذا البلد. يعني أنا يعني نحن بحاجة إلى أن نكون أقوى مما نحن عليه. لماذا لا نكون تكون عندنا قوة تعادل ما هو موجود في المنطقة؟ إحنا لا نقول إن إحنا نبغى نسوي أقوى جيش في العالم، نبغى الناس الآخرين يحترمون حقوقنا المشروعة ويسعون لصداقتنا بدل ما يسعون لاستعدائنا. حتى الحلفاء، حليفك إذا ما أنت قوي، ما يعني الحليف مع القوي. إذا أنت ضعيف صحيح إنه حليفك في متى ما شاء، لكن إذا لم يشاء فليس بحليف. طبعا بس أتمم على كلام الأستاذ راهم، مسألة حقيقية أنا دائما أقول علينا أن لا نهرب إلى الأمام، وأنه والله نسويها من أجل إيش؟ أنه يندمج المجتمع حقيقة، وكأنه قاعدين نخترع أشياء. لأنه بس لا، مو هذا السبب. هل لدينا، خليني أتكلم هنا عن الانتماءات، لابد أن نواجه أنفسنا، لدينا إشكالية في الانتماء، لازم نواجه حقيقة. إذا تبي تحل المشكلة لازم تواجهها. أجيب لك على سبيل المثال، بدون مشاكل، بدون روح أنت كأي فرد، أي إنسان يذهب إلى أي مؤسسة حكومية بصفته مواطن سيجد أنه تعامله مختلف بينما لو ذهب إلى صديق أو قريب له. وبالتالي أنا لماذا ألجأ إلى المواطنة؟ طبيعي الإنسان يبحث عن مصالحه، إذا المواطنة تحقق لي مصالحي
سأنتمي. إذا والله القبيلة أو المذهب أو الطائفة تحقق لي سأنتمي له. وبالتالي علينا أن نرفع مسألة المؤسسات المدنية، علينا أن نجعل المساواة بين الجميع، المساواة في الفرص. عندما يذهب الشخص الكفء هو اللي يصل وليس القبيلة هي اللي توصله. علينا أن نواجه مشكلتنا فعلا، إحنا لدينا مشكلة. أنت حتصرف أموال كثيرة على أنه خدمة العلم أو التجنيد، في النهاية أنت عندك المشكلة نفسها حتطلع لك هناك برضو. ليه؟ لأنه إذا ما حليتها في المدرسة حتطلع لك في المؤسسات، حتطلع لك وين ما حتروح حتطلع لك. حتطلع لك الواسطة. وش هي الواسطة؟ الواسطة هي نوع من أنواع أنت يا صالح، لما يكون لك صديق في مؤسسة بصراحة بالذمة أو أخ أو كذا، ما تروح له تشوف إيش المشكلة عشان يساعدك تحلها وتشوف الطريقة؟ في فارق هذا بكل العالم. لا 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 في فارق. لحظة شوي، بعدين في فارق مهندس، خلينا نتكلم. في فارق بعدين القبلية هذه وكون إنه القبيلة هذه هي بعبع، هذا مو صحيح. لا مي بعبوع. ولا شوف مهندس خليني أقول لك، أنت ما فتحت الموضوع هذا، هو ما له علاقة عشان حقيقة بشيء. عشان أتكلم خدمة العلم القبيلة ما هي بعبوع. أنا أتكلم الإنسان يتدرج بانتماءاته، ينتمي للأسرة، ينتمي أسرته، قبيلته، مدينته، ثم ينتقل إلى الدولة بأكملها. هذا التدرج. إحنا هل هذا موجود عندنا في كل مكان في العالم؟ تذهب مثلا، خليني أقول، تذهب مثلا إلى أي دولة في أوروبا، تجد انتماءه لأسرته، لحيه، لمدينته، لا إلى الدولة. الدولة هي أعلى شيء. أنا أساعد صديقي، نعم أساعد قريبي، بس بشرط أن لا أخترق القانون، بشرط أنه لو جاء اللي مو صديقي اللي هو مواطن، إذا جاء قبل صديقي لازم هذا يمشي. إذا حمشي هذا، إذا أنت في النهاية طيب. خلي بس ألغيت المواطنة. ترد عليها سريعا. إيه أنا أقول أنه هذه الأمور كلها اللي دائما يرجع لها، الحقيقة ما لها علاقة أولا بموضوعنا اللي نناقشه اليوم، لأن هذه موجودة في كل العالم. الناس تذهب إلى من تعرف وتحاول تحل مشاكلها. لكن أنك تقول أنه في المملكة مثلا، أنا بالعكس أنا أرى أنه حتى القبائل ايضا يعني في عنصريه، يعني عند الناس يخترقوا القوانين. لا لا لا، الناس اللي ما عندهم قبيله للاسف الشديد بعضهم عنده هالعقده، وهذه حقيقه مو صحيحه. يعني اسم في تعصب موجود طائفي وقبلي وفي كل مناطق، طيب في كل العالم، في كل العالم، في كل انحاء، في كل العالم تروح تحصل موجود الاشياء. لكن هذا يجب ان لا يحكمنا هنا ونتوقف عن عمل اي شيء خير وعمل للوطن ككل. يجب ان نسعى للمصلحه العامه كلنا. اما نقول والله انه يعني نوقف عن هذا لانه خدمه العلم معناته بيكون الانتماء للقبيله، او هذا مو صحيح. لا لا لا. طيب الجيش الان، الجيش الان كله من قبائل. لحظه شوي، الجيش الان انتماء، الجيش الان كله من قبائل، مو كله، في يعني معظم، يعني طيب الغالبيه في الجزيره العربيه ينتمون الى قبائل. طيب الجيش الان ولا من هو له؟ احنا عندنا احنا هذا كلام مو صحيح. نعم. يا جماعه لا، انتم اخذتوه بطريقه خالي. مختلفه. تفضل تفضل استاذ لاحم. خالي، انا اعتقد انه الكلام المهندس، يعني احنا لما تكلمنا على نقطه الهويه هو اصلا اثارها في ان التجنيد الاجباري يؤدي الى خلق هويه وطنيه ويؤدي الى زياده اللحمه، فهذا من هذا الباب علقنا، يعني من هذا الباب كان التعليق. والحقيقة يعني القبيلة ليست يعني الرد على مسألة القبيلة ليست بعبع، يعني ليست هاجس لمن ليس لديه قبيلة، هاجس من عنده قبيلة ومن ليس لديه قبيلة، فهي يعني حقيقة يعني شيء واضح للعيان لكل الناس أن القبيلة في المملكة العربية السعودية مؤثرة. نعم. وأن وجودها صراحة يعني أصبح على قدر ما في إيجابية في سلبية، يجب أن يعني نقر بهذا الشيء. عندي فاصل راح أعطيك الفرصة، لكن أعتقد أنكم أنتم متفقين في نقطة واحدة، انه القبيله ليست مشكله، وبالعكس الانتماء للقبيله اذا كان متدرج ليس في اشكال. لكن اعتقد انه المبالغه في الانتماء للقبيله يضر بالوحده الوطنيه احيانا. راح نعلق على هذا بعد الفاصل.
أهلا وسهلا بكم. لا زلنا نناقش موضوع خدمة العلمة والتجنيد الإجباري بعد أن أقرته قطر والإمارات، ونادى به يعني كثير من المغردين والكتاب، ورفضه أيضا البعض. وكان مجلس الشورى قبل ما يقارب سنتين اقترح هذا الموضوع، كان وقتها المهندس سالم المري هو ضيفنا الآن، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، وأيضا معنا الأستاذ صالح الطريق الكاتب في صحيفة عكاظ، والأستاذ لاحم الناصر الكاتب والمحلل معنا من استديوهاتنا في جدة. أخيرا يعني احنا قبل لا ننهي هذا، ودي يعني كل واحد نعطي فرصة يختم رأيه في هذه القضية. أعتقد أننا وصلنا للمرحلة، أنت لازلت عند رأيك مهم هذا التجنيد أو خدمة العلم. الأستاذ صالح والأستاذ لاحم مع تطوير الجيش فرديا ومع تطوير القوات، ولكن لا يرون بأنه يكون هناك يعني تجنيد إجباري، ولا يرون أنه له علاقة بالوطنية أو تعزيزها. والله أنا ما زلت يعني أعتقد أنه أولا تعزيز الوطنية وهذا شيء ما يمكن أنه الوطنية أنها تنمى في سنة أو سنتين في فترة، ولكن أنا قصدت أنه هذا من ضمن البرامج شيء يساعد على تنمية الانتماء الوطني والوحدة الوطنية والشعب الوحدة الوطنية واحترام الآخر وما إلى ذلك. هذا جزء من البرامج، مش بس يعني في المملكة لو سوت خدمة العلم، هذا معمول به في الدول الأخرى كلها يعني. ولا يعني هذا أنهم هم عندهم أيضا الدول الأخرى ما عندها تربية وطنية أو أنه الناس ما هم وطنيين، إنما هذا جزء من البرنامج. وأنا أعتقد بالظروف اللي مرت علينا وما زالت الآن ماثلة أمامنا، وممكن أنها يعني حسب المنظور القريب وحتى المتوسط، أنا أعتقد شخصيا أنها تحتم على المملكة خصوصا ودول الخليج بصفة عامة أن يكون لها جيش قوي، وأن يساهم أبناء البلد في الدفاع عن بلدهم، وهذا يعني شيء يجب أن يكون شرف ويجب أن يكون يعني واجب على كل واحد. والدولة حتى الكلفة الأخوان يتكلمون عنها، كثير من الدول تكون الكلفة رمزية لأنها أصلا هذه مثل التطوع، يعني هو اسمه إلزامي. ليش؟ المساواة بين الناس، ولكن أيضا يكون فيه تفاصيل، في ناس كثير يعفون لأسباب طبعا، وفي تفاصيل كثيرة يعني ما يمكن التطرق لها، إنما هذا واجب على كل شخص، خاصة إذا كان مثلا وطنه في خطر أو مستهدف من قوى أخرى أو يرى أنه. وبعد ما تستتب الأمور ويصير الأمر الحمد لله يعني مسيطر عليه وكذا، ممكن يعني التخلي عن هذه السياسات وتغييرها، هذا شيء يعني ما فيه إشكالية. نعم. كل الدول مرت فيه. نعم. فهذا رأيي، وأعتقد أنه يعني فيه أيضا جانب آخر تربوي، وأيضا ممكن يكون حتى مهني، ممكن أن يتعلمون وصلت مهني. أستاذ صالح، يعني حقيقة باختصار شديد، هي واحدة من أنا قلت الهروب للأمام أنه تربوي ووطني وهذا حقيقة المشكلة كلها في التعليم، من اللي عندنا في التعليم هي المشكلة. التجنيد حقيقة وين تبغى تأخذه؟ يعني في النهاية هل هناك تهديد خارجي لك؟ حقيقة لا يوجد، لأنه حتى الدول أصبحت مسألة الغزو، حتى دولة مثل أمريكا عندما مسألة ضرب سوريا وهذا قاعدة تفكر في القضية، لأنه ما حد يبغى يتورط في المسألة هذه. فما أنت محتاج إلى هذا، لكن محتاج إلى أنك تعدل الأمور، لا أن تخلق مؤسسة جديدة يطلع فيها نفس عوار المؤسسات اللي موجودة عندك. أصلح العوار اللي موجود عندك من جانب الالتزام، يعني على سبيل المثال نتكلم اليابان ما عندها تجنيد إجباري، والالتزام والانضباطية وعند الفرد الياباني من وين تعلمه؟ من التعليم. بالتالي عشان ما نخلق مؤسسة جديدة هربا من إصلاح المؤسسات الأخرى، وفي الأخير نكتشف أنه نفس الشيء، يعني مثل الوطنية وش نتائجها في التعليم؟ درس الوطنية يعني حتى المدرسين لما تروح لهم يقول لك كائن هلامي، ما أدري وش أقول له، كيف قضية حب الوطن يعني ما تدرس هذا. هذه علاقة بين طرفين، بين إذا حبك الآخر هتحبه، إذا ما حبك هتخونه، هذه القضية. يعني ما أدري كيف تعلم الوطنية. طيب. هي علاقة حب. نعم. هذا باختصار شديد. نعم أستاذ لاحم، أنا من وجهة نظري أنه المخاطر موجودة ومحدقة، وأنه المفروض أنه يعني وجود جيش نظامي قوي
لأنه إحنا مثل ما ذكرت في بداية الحديث، لماذا نلجأ للتجنيد الإجباري إذا كان هناك عزوف عن الجندية النظامية؟ الجندية النظامية في المملكة السعودية الناس مقبلين عليها، لماذا لا نفتح المجال للشباب لدخول الجيش والتوسع في عمل القبول فيه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية الخلق الهوية الوطنية، أنا أعتقد أنه هذه مهمة مؤسسات المجتمع المدني، والانتقال بالدولة من مجتمع قبلي إلى مجتمع مؤسسي مدني، وهذا كفيل بإذن الله بأنه يخلق لحمة وطنية ويصهر كل مكونات المجتمع. إذا استطعنا أن ننقل المجتمع هذه النقلة، فسنخلق هوية وطنية يلتف حولها الجميع، وسنخلق مجتمع متماسك ممتزج حقيقة. أما غير ذلك فنعتقد أنها ليست حلول. والدليل على ذلك أنه الآن عندك صربيا مثلا عاشت فترة طويلة وهي دولة واحدة، ويوغوسلافيا كانت تسمى يوغوسلافيا، بمجرد ما انهار النظام كان عندها جيش قوي من أقوى الجيوش في العالم. بعد ما انهار النظام تقسم هذا الجيش إلى حسب الأعراق، البوسنوي والكرواتي، فهذه لا تخلق حقيقة ما لم يكن هناك هوية وطنية يمتز تحتها الكل، فسيكون الجيش مثل مكونات المجتمع. نعم. أنا بس وقتنا انتهى ترى، بس شيء بسيط على كلام الأخ. يعني الجيش القوي صحيح هو المطلوب، ولكن الجيش القوي لا يأتي إلا بمثل خدمة العام. ليش؟ لأنه مطلوب توفر باستمرار عدد معين من الشباب في عمر معين. الحروب لا تخاض بناس كبار والجيش يهرب. طيب في ناس تقاعدون، في ناس تعينون، ناس يتقاعدون، لكن ما هو عدد كافي. العدد ما يكون طيب. عدد كافي عادة. الإسرائيلي عدده قليل. لا لا بالنسبة قليل. للعالم ما قليل، وعندهم احتياط وعندهم طيب. وقتنا انتهى. شكرا. نعم قليل. شكرا لك مهندس سالم المريع المستشار السعودي السابق، الأستاذ صالح الطريق الكاتب في صحيفة عكاظ، أيضا الأستاذ أحمد ناصر الكاتب والمحلل كان معنا في استديوهاتنا من جدة. فاصل ونعود لكم بعد قليل نكمل باقي فقرات حلقتنا لهذا المساء.